فيما يحكى عن زمن مضى وتولى من أخبار المدينة المنورة في العام 11 للهجرة. يحكى أن النبي الأعظم محمد بن عبد الله المعظم اعتلى في المسجد منبرا وأدار على الأصحاب محجرا، وبكل حزم ويقين أخبر إخوته في الدين: كل من له برقبة حق فليأتي ويأخذ مني حقه، إني أخاف الله وأخاف يوم المشقة. بعضهم لطم خده وبعضهم بكى، بعضهم صمت وبعضهم اشتكى: أنت رسول الله المصطفى، الرسول المؤيد المجتبى، وبك الحق يستقيم، أفنحن لنا حق عليك؟ فبسم الرسول الكريم وأعاد قوله الصريم: كل من له برقبة حق فليأتي ويأخذ مني حقه، إني أخاف الله وأخاف يوم المشقة. قال الجمع المهيب: يا رسول الله الحبيب، أنت أفضلنا وأنت قدوتنا، وفي طريق الله أنت شعلتنا، والله ما رأت الأرض والأقاليم أفضل منك يا حفيد إبراهيم. تبسم الرسول من جديد وأعاد قوله الأكيد، وظل لقوله يكرر ويعيد، حتى قام رجل من بعيد قال: يا رسول الله الحق، أنا لي عندك حق، وهذا يوم مستحق. في يوم من الأيام الخالية كنت على ناقتك العالية، وكنت بجنبك أسير وبنورك أستنير، فرفعت عصاك الطويلة لتنكز بها ناقتك الجميلة، لكن العصا أخطأت هدفها وفي بطني استقر طرفها، ولست أدري أعمدا فعلتها أم صدفة ما قصدتها. فنادى الرسول الرحيم بصوت حنون رخيم: من منزلي أحضر العصا، إنه حقه حتى لو قسى. وعن بطنه الشريف رفع ثوبه الخفيف هذا الرسول العفيف اللطيف، وقال للرجل: خذ حقك مني وتذكر، إني أخاف يوم المحشر. بكى الرجل واعتذر، وعلى قدمي النبي انهمر، قبل بطن النبي المبارك وحمد الله تعالى وتبارك أن منى علينا برسول رحيم، رؤوف حليم، عزيز حكيم. وصرخ بالقوم: إنه والله لعلى خلق